واش راكي ديري يا بنتي؟ انا نوجد في اليمين تاعي ما حطيتهم ليش في كلاسيير. يلا غالب ما عنديش اش راهي دير، راكي تشوفي فيا واش راني ندير. او عم باكي داسي تاع ستريت فايتر. وي كاتيا غنلحق البحر راني نعيط لك. ميرسي. بابا شنو هذا؟ ايه فكرتيني، هذا العدس اونبورتي يا بنتي. رشيد العدس في القرعه. ما لقيتش الساشيات. راك رايح تعوم ولا راك رايح تحرق؟ كي تلحقي للبحر وتلحق طناش وكنشك تبدا تقلقل تما تعرفي قيمه النعمه. ماما جبتي لي الديسير تاعي. هاوليك راه مغطي بالتشونكاي. اه والديسير اوب. دلاع. دلاع ايه. اه واه يبهدلني قدام الناس، سختو قدام صاحبتي كاتيا. لا راني نلحق في الجوامع. مايا وشنو هذا؟ بابا خليتي بيها. رشيد دربوكا. سيفيس. دربوكا في البحر رشيد. يلا غالب ما صح ليش، عييت نعيط مع جعفر قلت له جيب لي الطنبور والقراقب، قال لي رانا رايحين ديبلاسمون ما نعاودوش نولو. طنبور اوا ماشي نورمال كونفيرميت. شوف انا تجيب دربوكا البحر رجلي ما نحطهاش. لا لا جيتي كاع هادي، وكان دابها باتريك ولا فرنسوا وجاب دربوكا البحر تولي تسوطي وتشطحي، كي دابها رشيد ما تحطيش رجلك. الله يسهل. رشيد صراحة ما خلتنيش كاع نشوف لا تيلي. انا كنت في الصالون تيلي جيتي، معليش ما عجبكش الحال بدلي بلاصه. صباح وانا نقول لك هذاك البوست هو مكسر، تفهم ولا ما تفهمش؟ نشري واحد جديد وهنينا. يا سبحان الله دوك باك حكمت البهجه، جات القنطه راحت البهجه، عباكي غير دخلتي راحت لافريكونس، تقول تريونك دي بامي الله يسترنا. ما نهدرش نسكت خير. اي والله راكي لقيتيها سكتي. ماما بابا ما خليتونيش كاع نقرا. وانت تقراي في الصيف يا بنتي، انا عايشه في الزيمبابوي. اي بوكيني. هاد لولي فغنا اللي شريته لها وغير يخلص نشري لها واحد اخر. لا لا في هادي مليحه قراي كتابت بنتي باش تخرجي كيما بابا كولتوري. كيفاش هادي كولتوري؟ شحال نعيا ندوم لك كولتوري، حب يقول عندك كولتور جينيرال. عندك كونفيونس في روحك وندي كولتيفي ماشي كولتوري. المهم فهمتي بنتي عندك ورقه ستيلو؟ نعم بابا. ماركي تشوفي انا حنقريك واش ما كانش في الكتابات، على بالك باباك عنده الثقافه تاع لا كولتور وعنده لا براتيك تاع ليكسبيريونس. دوك نفيدك، اعطيني المواد اللي تقرايهم في المسيد. كاين بزاف مواد. اعطيني وحده. تربيه مدنيه. تربيه مدنيه، واش هو الدرس الاول؟ الاسره والمجتمع. اسره والمجتمع، هيا نبداو بالاسره. ماركي تشوفي تقدم نسابك راك مسحور، الخاوه يزيدوا يتلاقاو جوج خطرات مو ما يتزوجوا، الضربه الاولى في الجنازه تاع باباهم ويماهم، وعند النوتير كيقسموا الورد. واش كاين دوكا؟ دوكا المجتمع. ماركي تشوفي المجتمع. الهضره بطل يا مواطن، تخدم عند الدوله يقول لك ضامنها، تخدم عند روحك يقول لك فاريها، ما تخدمش يقول لك براكاسي، تحترم الناس يقول لك خواف، تتواضع يقول لك مهيبله، دوموندي حقك يقول لك طماع. زيد دوكا العادات والتقاليد. نبداو بالعادات. العادات راحوا مع الميزان الاحمر اللي يحطوه في البولفار اللي يطلع ب 100 فرنك وتيكي تاع كارطون ويطلع البوابه توزن قطه ويقول لك 42. دوكا التقاليد. التقاليد راحوا مع لي كابين تيليفونيك، المحاجب ولا بانيني والمتقبه ولا الطاكوست. واش يقول لكم دحمان؟ حسيتك حدا منظم جديد. تحب نظم وقتي؟ لاحظت. اسمي سيمدي. أوزان تشرف. ماما هاد المسلسل واش من البلاد؟ ترك. بابا على بالك هاد المسلسل طويل بزاف، فيه 350 حلقة ما حبش يخلص. ما يخلصش هذا، ما يخلصش بنتي. مادام لقاو البهالي اللي تبعوا فيهم، يقدر يدير 1500 حلقة. واش بك تندبي عند راسنا غير الخير؟ كي راني نشوف هاد المسلسل غاتتني عمري. علاه؟ هذيك طفله صغيره قطعت لي قلبي، عموم هداو لها كاع الورد، ما فهمتش علاش العموم جايين هكا طماعين، انا راني خايفه يصرى المايا هكا مع عمومها. واش بهم خوتي؟ ها؟ واش من الورد؟ عندي بليغه ودي باردو. هذا ورد الكلاب ما يطمعوش فيه. خوتك، خوتك ما يطمعوش. لا انت نسيتي خوتك، لا اللي طلعت لها لاطونسيون يماك وتغاشت عن بالهم ماتت، ولاو ينحوا لها السلسله من رقبتها والمسايس من يديها. قسموا الوقت قبل ما يلحق بها ملك الموت. شحال مختار نقول لك ما تهدرش على فاميتي قدام الطفله. ولا انا فاميتي مالين وواقي، لا ما جابش عليهم البباح. اه دبر. تحب نظم. اسمعي هذاك هو الطفله كبرت، دوك لازم تعرف التاريخ تاع خوالها. بنتي. نعم. شوفي العموم كيش يجوا، شوفي الموسطاش الله الله، شوفي الكاريزما، شوفي الوقفه، هاي الرجله تاع الصح. بابا تفكرت غدوه لانيفرسار تاعي. وما نسيتكش يا بنتي راكي في بالي. ماما انا وجدت لك واحد الكاتو داني في خسار هايل، وعيط لخالك واحد قال لي وجدت لها واحد الكادو يهبل. مع السلامه. هبل لا كان يشري لها الكادو هو اللي يهبل. خوك مسمار لما يعضو. ماشي مسمار انت اللي ما تعرفوش. ما نعرفوش ما نحوش نعرف والله يسهل. بنتي ما ديريش على بابك خالك واحد فحشوش. بنتي ما ديريش على يماك خالك واحد ما فروش. ماما جوعت مازال شنو فطرو؟ صبري دوك تجي باباك وناكلو كاع كيف كيف. هذاك توب كامل وعلاه؟
أنا بوكيني. وهذا الكتاب واش يقول؟ هذا الكتاب بزاف امبورطون، يعلمك كيفاش تستري حياتك. السلام عليكم. عليكم السلام. اه يا ربي حيت تعبت نفسيا وجهديا وفكريا حتى ثقافيا. بابا اذا لي تريح. ممكن نريح واش تاكلي؟ تاكلي الكارطون بنتي؟ ناكل اللي جا. حتى اللي جا كيما نكونش ما يجيش. رشيد. رشيد. بنتي. نعم. قولي لماما كان يسمع. ماما. نعم. قالك بابا راني نسمع. ايه صح مالا دوكا نقدر نهضر. رشيد على بالي وعلاش راك عيان. بنتي. نعم. قولي لماما تقلب الكتاب باش نسمع. راك عيان؟ باسكو ما عندكش اهداف في حياتك. اهداف سليماني انا. حبيت نقول لك باللي tu n'as pas de but dans la vie. نو لي بوت ماركيت بزاف دون لا في. واش ماركيت انا ما ماركاش كريستيانو. كنا نلعبوا في الحومه كنت صغير ندير كورنر ونروح نجي ونطلع في السماء ونماركي بدماغ دو زونا. Mais tu passes toujours à travers. حبيت نقول لك باللي tu n'as pas de but à réaliser dans la vie. سنان المكي واش يقول لك دحمه؟ شوف باغ اكزومبل كاين واحد البوت تاعو يطلع القمر. وانا البوت تاعي نطلع للسطح. نريك لي القصعه. هاي لاسيه تاع البارابول عندي سمال ولا ندور فيها قطة سينيال ما كانش. شوف هذه كارولين تسكن في بوغا بوغا البيت تاعها الفي لو تور دي موند. وانا رشيد نسكن في الباطيمه الحموره لو بيت تاعي نوض صباح بكري وندير لاشان ونلحق على حليب ماشي نلقاش الكاجو فارغ. بابا لازم تعلم كيفاش تسطر حياتك. يا بنتي يما كي تسطرت حوايج باهي مليحه تعلمنا كيفاش نسطروا حياتنا. يعني ما لقيتيش واش ديريا؟ راني نهضر معاك. رشيد ياك على بالك بلي لي في مدوغه نحبهم بالبزاف. تحبيهم شوفيهم وحدك ماشي مع الطفله صغيره. شوفيك شاي دير ولا انت مطروشه حبيتي تكملي عليها من الصباح وانا نقولها روحي ترقدي هي راهي لاصقه فيا. بابا راني حيره فيك. علاه؟ كيفاش تشوف الفيلم تاع الخوف فيه لوكار ولي فامبير وما تخافش؟ انا لوكار ولي فامبير راني عايش معاهم يا بنتي في الصح في نتلاقاهم في الباطيمه في الحومه في الخدمه في الطريق. صح ماما اش يقول بابا؟ ما تأمنيش. تعرفي الجارة تاع دوزيام ايطاج؟ خالتي خيرة. واش من الخير اللي دارتو هذيك؟ خالتك خيرة دير الجوي والبخوك ولا أربعة على أربعة. خالتك خيرة تقولي لها مس الخير تقول لك أنا نضرب لك الخفيف هاك موخد. رشيد هذه حكاية تحكيها لطفلة صغيرة. بابا كاش نهرس لوكارو قدامك؟ بيان سور بنتي. شكون؟ خالك واحد. خالو واحد. أكثر من لوكارو. يقعد في النهار وينوض في الليل ويعد العباد هو ماسح كاع ولاد حومة خمسة خمسة ملايين. رشيد بزاف عليك احشم نوصل ماك تهضر على خويا وزيد اون فاس دو موا في ديجا نمشي نحن نرقدو. استنى ماما اخر سؤال بابا ولي فامبير كاين منهم وين يسكنوا؟ هنا في الدار. كيفاه حبيتي تشوفيهم؟ نقول لك واش ديري غدوه ان شاء الله نغدي يمك صباح واش فيها بلا مكياج. ايه او يا الاولاد ديروا حاله. انت اللي راكي دايره حاله ماشي الاولاد. ما قلتي كاين جيمان ما قلتي رانا في الليل كيماك ما تسكتش ولا تريح تغني ما تخلينا نشوفوا الماتش. رشيد واش فيها ياك راهي ديفيلي. كيفاش خاسرين 1-0 ديفيلي مالا سكارا. ياك تعرفها بلي هي مسكينه شويه شويه المهم ديفولي وخلاص. بنقاسميه دخل. دوك يدخل شيخ فرحات على ميتيو واش يقول لك دحمان؟ هيا فاهميني بالقاسميه واش يدخل يدير هنا رانا في الرينغ انا مضابو ياخ ماتش دو فوت على هكذا علاه. بابا كامل انا لابس تريكو تاع الجزائر غير انت. مع مانك دوك نروح نلبس تريكو تاع لا طونزاني. لي جوا علاش راهم دايرين يديهم هكذا؟ باش هكا جات زغريتي زغرت فلامش على بيهم يديروا هكذا. صح بابا. لا لا بنتي لي جوا يغطيو فمهم كيكونوا يهضروا باش لادفانسير ما يفيق لهم شام يقولوا. ولاه كان يفهم الهضره كيكونوا شوارب يتحركوا. حسرا كاين كاين يا بنتي كاين اللي يعرف حتى واش كاين في القلب. رشيد كيربحوا قول لي شحال يمدوا لهم. هذا ماتش تاع واسمو لي زيني من اطواز. بعد يروحوا كاليفيكاسيون كوب دي موند. قول والله ماما سمعتي قال لك لي يربح يمدلو كوب دي موند. سي با بوسيبل كوب دي موند. انتوما فاميليا تاع المهبل على بالك. يا بسم الله الحاجه الحاجه علاش عليك؟ اشربي حويجه بارده اشربي. رشيد دوك الواحد في دارو ما يقدرش يشوف تلفزيون. ما نسمعش انا ما تسكتيش يا خلينا نفهمو. خلاص خلاص بابا خلي الراجل يسمع ما سمع والو. رشيد ملي جا هو لاصق في التلفزيون هادي اوشوايا هادي بلانات انيمال ناسيونال جيوغرافي رانا في جاردان ديسي. بصح هذا بابا ماشي قال حليت الباب وجا دخل قعد براني ولا دوك نهضر معاه. بابا نعم هذا ويكملنا تعشينا. بصحتكم كش ما قلنا لكم احنا الماكله ما جازتش.
لازمك واحد ربع سوايع باش تهبط وشبيك. هو ماشي كيش تهبط مع الحنوشه والعقاب اللي انا نشوفوا فيهم قلبي ذا. كاش واحد فرصه كم دار لكم وسهنا قال لكم تفرجوا معنا روحوا شو مرضكم خلوني نشوف انا الطفله. ماما شكون يغلب التمساح ولا الكوبرا؟ هاوليك بابك اللي عنده ليكسبيريونس مع لي زانيمو. خوالك 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 كاع واعرين ويتغالبوا. شو يخطر جاك تحبي تسقسي سقسي جدك قلت لك هذوك ما عندهمش مستوى هذوك. انا نهار اللي كنت جان انا كنت نطير مع الطيور انا واحد خطا دخلت في الغابه في الليل ويخرج لي واحد الحنجيه بنتي فيه 150 متر ميطرو 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 بزاف 150 في الدخله من بعيد بالك 100 يا سيدي 100 بولوغين سطات بزاف ثاني 100 50 50 100 دبر راسكم بعد كيما يامنوكش ما تزعفش سكين هضر انا اسمي نولي كذاب انا دوده عجبتك دوده دوده تاع نوكيا دوده بيا دوده خلاص كذا وفيه واحد لوبس يا بنتي وشنو جدو شوفي غير هو اللي لقيت في حياتي شفت واحد عنده جناحتين ويسحب هكذايا جناحتين فيلم هندو انت كي تكذبي ها وتكذبي على وليدي كبدتي عمري ما هدرت ونسكت ما نهدرش قلت بصحتها خليها مدام القدان دو يسمع لها كمل كمل جدو نخلوك تهدر جدو هانتوما يا خاونا نخزر فيه هو يخزر فيا وبعد وقف وفتح هكذا وجاب شي صبع عليا وفتح فمه وخزرت له في عينيه ولحت تغيب العقل من الداخل ونجبت المواطن ما نحيتش عينيا من عينيه ولحت يدي في الجيب هكذا وبديت نمسح في المواطن وهذا قاعد يستنى هذا الحنش مالا عنده البينك طالع هذا الحنش على كي تجي للدار غادي يطلع لي لاطونسيون علاه تهبلوا لي سما ما نهدرش انا ولا كيفاش خلاص بابا خليه يكمل كمل كمل وين كنا في النوادر ايوا وانا مسحت النوادر هكذا ودرته في عينيا ويبان لي الغاشي داخل القهوه رايحين جايين حوست على السيرفر شفته سيرفر جيب لي جيب لي تيزان وقلت له جيب لي معك قرعه رويبه تكون بارده ماشي كيف كيف حسين حسين 20 سنه 10 معليش نحبها نحبها حسين يا ونموت عليها شوف مالقري تزوجت واني بنتي بصح ما قدرتش ننساها اخويا ونقول لك حاجه نلحق 70 سنه في عمرين عاود نولي ليها نموت عليها يا عندي واحد الخداعه عشرة عشرين سنة وتحبها وتموت عليها دقيقة خاصني نفهمك ما تفهمني ما والو يا أنا يا مولات هذه تاع 20 سنة هذه وكان قلتيها صافي دوزون تخلصي عليها بيناليتي كيفاه؟ راني نقول لك نبعت كدا باباك ويماك مزية اللي حبستها واش حبست؟ شما هاد الحكاية كومبلي على جا المرسول شما قد صبعي احترمي نفسك شوية شما وقفت معايا في حلا قولي لي راهم اللي حوزوني من الخدمة شكون اللي كالماني شما هاني كنت نقرا شكون اللي كان يخليني كونسونطري شما نزيد نفكرك لا ماليزي 17 دو فول اجي كوالا لومبوك 17 ساعه في السماء وتحت البحور الظلمه شكون اللي كان معايا شما الو غير حيت مونكيت باسكو شما نعرفها قبل ما نتزوج بك اي خلاص هاد الحكايه عندها عامين ملي حبستها وما زلت تهضر لنا عليها مالكي بدلتها بشوين كوم بصح ما قدرتش نصبر دوكا مش شما صوتينا لشوين كوم رشيد تكمل هكا سنان كاع يطيحوا تكملي هكا سنان كاع يطيحوا وعلاه؟ باسكو راهم فيا لي نار وراني نشوف فيك ساك دو بوكس رشيد لازم تروح تشوف طبيبة راك بزاف اغريسيف وتهنيك عندك شونجمون دو مور وقبل ما كنت لاباس بك واش بك؟ انتي تشمي كيفاش؟ راني نسقسي فيك سؤال سؤال تشمي انتي؟ نو ما نشمش ما نقدرش نفهمك خفي روحك خفي روحك يلا بنتي يلا ماني واجده ماني واجده مايا كملي شربي الحليب مش بعد ماما تصبط ملي بست هو يوجع فيا وانا واش ندير لك كي كنا في الحانوت بابك قلت له بلي تلبسي 34 هو قال لي لا لا 33 والله يزيدوا له في البخي قالو خليها تلبسو دوك توالفو وانا صبات صغير على رجلي شوفي نحيه وعديه سبع خطرات وزيدي نبحي نبحي بنتي مادام يماك رجعتك سطاف امريكا تقول لك عدي رشيد كنا نديروها كي كنا صغار على بيها خشتو كاع نطروشين خليها دوك تعاد صباطه حتى يغلقوا عليها باب المسيل بابا انت حسيت شعور داخل مدرستي منك صح بابك ما يعرفش كاع هذا الاحساس صح بابا انا هو رشيد الجاهل باباك امي كاين غير يماك اللي فدت ستيلو دخلت المسيد وقرات علاش انا نكذب انت لحقتني فوسيام بيان سور لحقتني فوسيام وين جاي المسيد اللي قريت فيه ما كانش وما تلقاوهش بيبوه داروا فيه لوطوط هيا بنتي تروحي هيا مايا انا ما نقدرش نصبر عليك والفتك وزيدي غير الصوت تاعك لي عمر هاد الدار كيفاش ندير شاهدي شاهدي لا كيفاه احكمي صباحها وشاهدي لا راك تهضري معاها تقول لها حتموت ماشي حتقيب صح حسيا تقرا وتعاود تولي على 12 شوفي مايا انا على بالي بلي حيحكمك الجوع منا لو بعد انا حطيت لك ثلاثه حبات بنان زوج حبات خوخ ثلاثه مسكوتشو ومينين ويبه
وزيدي لا جيكو تاع خروف ولا كتف. ها اون سي جامي جوع داخل الكلاصات دير باربيكيو. قلتي له مزيان قلتي لي تفكرت. رشيد شفت كي تجيبها من بعدا راح تمد لك واحد الورقه مكتوبه فيها لا ليست تاع الادوات، اشريهم في طريقك. خلاص ساهل. كيف هذا ساهل؟ هاك رافد معاك. شحال هذه؟ مليون. مليون؟ اشرب اشرب. ايوا عندي سكر اوليدي، ما نشربش انا الحلو هذا. لايت لايت هذا ماشي. هذه ما نشربها معايا هي من بعد. مفيد، دخل لي في الجديد، واش كاين؟ عندي غدوه الفرح تاع وليدي. هذا خبر شباب، ما هشام يستاهل وسيلاج هذاك هو. ماشي هشام. شكون؟ خالد. هاي عندك تا واحد يفقد عمي. هذاك هو. لا 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 خلاص خلفت. خالد تزوجوا. ايه في زور تزوجوا، خالد يقعد بابا تقول. ايه بس هذوكا. قول لي وقتها ان شاء الله غنديروا له العرس. ماشي وليدك ماشي خدام راح تزوجوا. الناس كاع ماهمش مخدمين وماهم يتزوجوا. واش دخلني في الناس انا نحكي على خالد يا خالد. خالد ايه وكيف تزوجوا هو ماهوش يخدم؟ كي راح ناخذ بالعروسة. قلنا لهم ماشي خدام. ايه. قال لك علينا. الله يبارك. يدخل على 3 تاع الليل، قال لك معليش يسهر مع اصحابه. المهم كاش ما يخصك كان هنا وخلاص. خصني هذا فوتي. عندك واحد كبير على هذا شويه. ما عنديش هذا واش عندي؟ معليش هذا نديه وزيد لي تليفزيون. غدوه نشوف الماتش انا. تشوفه عندي، روح تشوفه عندي سبحان الله، خذ دار دارك وجيب صحابك معك. ما نجيب صحابي يا خويا، نحب نشوف الماتش وحدي. إيه شوف الماتش هما خليهم باش يسربيو. ثاني تسحق الناس يسربيو. إيه وزيد لي حاجه هذه الاخرى وما نسيتش نقول لك. كليماتيزور. ولا هكذا لا هكذا، هذا على بالك شحال؟ انت واش تسحق 18 ولا كبير باش يبرد؟ اي خلاص هذا دوز. اي معليش ندي هذا ونزيد له فرفاره ما ويا سلكت. اسمع ما طلق والو. نطلق نطلق هاني طلقت انا. يا سي فاتح يفتح عليك ربي يفتح علينا، خاف ربي شويه، مصباح وانا ندي هادي وهادي وهادي وانا حشمان، خلينا مو حاجه في هذا الدار، يدخل سراق يلقى واش يسوي. يا ودي انا على خمنت عليك باش سراق ما يلقى والو سبحان الله العظيم، وزيد بزياده. لازم لي واحد يعرف يضرب المكحله البارود. هادي راني هنا. والغير صح. ايه. عمال شوف جيب البارود معاك والمكحله. مام هادو ما عندك. ما عنديش منين. وندير العرس وحدي باش راكم داخلين انتوما. احنا بخالد برك بخالد. عريس شباب. ايه. مالا نزيد نسكنوا. لا لا سكنوا عيب عيب، سكنوا ويسكن عند نسابو خلاص. طونوبيل طونوبيل اللي جبتها عند الميكانيسيان، ماذا بك تجيبها لي؟ ايه بصح طونوبيل جبتها البارح في الليل لازم نغسلها، لازم ندير لها الورد. ما ندير لها الورد اللي والو، علاه كورتاج. اما لا وشنو هذا؟ باش يروحوا بها لتونس. شهر العسل. شهر العسل؟ ايه. ما تسحقش واحد يشطح لك في العرس. سرتو كان يعرف يزغرت، خاش انا العجوز المريضه راه قريب. يعرف يزغرت مليحه، بسم الله. وش يقول لك دحمان؟ بابا. انا عم بنتي. على بالك شنو هي الحاجه الحلوه كاع في الدنيا؟ القبة. الباطل يا بنتي هو الحلو. لا لا نتايا. ايه تعرف تبلعط هذه الطفله. واش خصك قولي لي بابا؟ على بالي بلي ما خدمتش في الرياضيات جبت 7 وراك زعفان مني انت وماما، ما حبيت نشوف تلفزيون. ها قدامك شوفي بنتي. بصح وطافيك شنو نشوف؟ ولا تلفزيون يشعل ب7 في الرياضيات. اذا قدرتي تكلي على ربي. انا تبان لي 10 في الرياضيات بالك يشعل له ميت 12 بالك نطلق لكم الصون. رشيد واش بك هبلت؟ انا نقطع في حوايجي. عندي مسلسل ويسنى فيا. ماهيش عاش تلفزيون ب7 واش بكم؟ ما فهمتش. جابت 7 في الرياضيات. هي اللي جابت 7 ولا انا؟ ديبارتومون واحد هادي تابعة ليك نوبا متقريها. كيفاش نقريها؟ انا نسيت البروغرام لو كان انت درت لها ليكوغ. شحال هاد ليكوغ؟ 300,000. وهذا كونت كامل ولا كمان واحد؟ بابا هادو ليكوغ ماشي نتفليكس. ايه بصح انا تبان لي 300 بزاف، انا ب150 نقدر يا بنتي نقريك انت وصحاباتك ونوري لكم شحال بقى الرياضيات، نعرف نشرح. بصح ما عندكش لا موتيفاسيون. انا ما نعرفش لا موتيفاسيون. خوتي اسمعوني مليحة، اسمعوني وحلوا ودنيكم. هذه هي الصراط اللي ليا ماشي حكاو لي. كان عندي واحد التلميذ. الفصل الأول جاب 3، الفصل الثاني جاب 3. خلاص هذا هو كاع هذا هو الشيوخ قال لك امبوسيبل يباسي، يعني في لا لوجيك في المنطق ما يقدرش كيفاش يباسي، شحال راح يجيب 40 ما يقدرش. إبا نقول لك حاجه، نهار اللي قرا وركز وتعب وانا كنت معاه واقف وصارنا الليالي كانت كاينه ريجلتا. ايماجين شحال جاب المعدل الفصل الثالث. شحال؟ 1.25. هذا ما باساش. وحبيت يباسي بواحد 25 نحاولو تيليكوموند وحوزه.